التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهز أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين حتى تصل إلى قطاع غزة، وبتضم مئات السيارات المحملة بآلاف من الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية. قافلة المساعدات تم تجهيزها من التحالف تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دلوقتي الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية خلينا في البداية نعرف من حضرتك يا فندم بلغة الأرقام، نعرف تفاصيل يعني عدد القاطرات ومحتوياتها. صباح النور على حضرتك. الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزي ما حضرتكم أكدت، واستجابة لتوجيهات السيد الرئيس، كان لابد أنه ينتفض، لابد أنه يتحرك بشكل عاجل كعدو في الأزمات والكوارث. الحقيقة كل أعضاء التحالف على تحركوا بأسرع ما يمكن. على مدار الساعات الماضية كان التحالف خلية نحل عشان تجميع أكبر عدد ممكن من المساعدات بالأرقام. 106 شاحنة كبيرة محملة بأطنان برضو كمان بالأرقام، هنقول أنه ما يقارب 1000 طن مواد غذائية، 40,000 بطانية، كميات كبيرة من الأدوية، كميات كبيرة من مما تم تجميعه من التبرع بالدماء. الحقيقة البداية كمان من التحالف كانت التخطيط الجيد للمساعدات، التقسيم والوقوف على أهم احتياجات أهالينا في غزة. تم تقسيم الاحتياجات لثلاث أفرع رئيسية، الاحتياجات الطبية، وداخل أو من خلال الاحتياجات الطبية تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم، بدأها أعضاء التحالف بأنفسهم من خلال فرق عمل المؤسسات المنضوية تحت رأي التحالف ومتطوعيها. بعدها التوعية بضرورة التبرع، نشر نقاط لجمع لاستقبال المتبرعين بالدم وجمع ما يتم التبرع به على مستوى المحافظات، وبداية التنظيم للاستقبال. وده الحقيقة كان موجود مع ساعات صباح الجمعة على مدار اليوم. كمان بالتوازي مع ده أهم الأجهزة اللي مطلوبة لمستشفيات غزة، بالإضافة لكميات الأدوية. ده الشق الطبي، والشق وبالتوازي معاه كان الشق الغذائي، وبالتوازي كمان معاهم كان شق بطاطين الشتاء وبعض الملابس، لأن احنا مقبلين على بداية فصل الشتاء. الحقيقة التحرك كان مع ساعات صباح الأمس، وكان في شكله كان ملحمة إنسانية كبيرة. المشاركة البشرية كمان من كل عناصر وفرق عمل مؤسسات التحالف ومتطوعيها كانت رسالة من الشعب المصري كله، مش بس التحالف، إنه قد إيه إحنا بنقف مع أشقائنا في غزة، بندعمهم، بنتحرك بأقصى ما يمكن من سرعة وبأكثر ما يمكن من أشكال التنظيم عشان نقدم لهم المساعدة. صحيح. طيب أستاذ عصام، في ناس عايزة تتبرع، في ناس عايزة تساهم، في ناس عايزة تشارك، وبنشوف الكلام ده على السوشيال ميديا كتير، ممكن يتوجهوا لفين؟ ممكن يعملوا إيه؟ طيب خليني أقول لحضرتك إنه القافلة أو التحرك من سلسلة القوافل اللي بدأت امبارح ده كان البداية. التحالف الوطني ما زال على مدار الساعة فاتح أبوابه من خلال كل مؤسساته لكل مواطن حابب يدعم الشعب الفلسطيني. احنا أنا يعني بأرجو كل فئات الشعب اللي حابة تدعم إخواننا في غزة إنه يتابعوا صفحات التحالف. بالنسبة لي أنا شخصيا وكمدير للمركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إحدى المؤسسات المؤسسة
للتحالف و صناع الخير بتستقبل المساعدات وبتستقبل التبرعات لأهالي غزة. أنا بأمل أن كل مواطن حابب يساعد يدخل على صفحات مؤسسة صناع الخير أو أي مؤسسة من مؤسسات التحالف عشان يبدأ يتفاعل ويبدأ يساعد، هيلاقي بالتأكيد في أقرب مكان ليه فرصة أنه يتبرع ويساهم، سواء عايز يتبرع بالدم، عايز يتبرع بمساعدات عينية، عايز يتبرع بمساعدات نقدية. بالتأكيد التحالف فاتح المجال لأنه كل مواطن مصري حابب يدعم يتلاقى الفرصة في التحالف. أستاذ عصام، برضو يعني زي ما حضرتك ذكرت فكرة السرعة حتى في البدء في تجهيز هذه القاطرات، عايز أعرف من حضرتك لو نتكلم على التنظيم اللوجستي، فكرة السرعة، سرعة الاستجابة كانت مبهرة الحقيقة، عايز أعرف من حضرتك إزاي ده حصل؟ طيب، التحالف الحقيقة من بدايته في مارس 22 وهو بيشتغل على يعني قواعد استراتيجية مهمة، أهمها التخطيط الجيد اللي بيبدأ بقياس الاحتياجات وبعدها بتلبية الاحتياجات بداية من المخزون اللي موجود عند مؤسسة التحالف وفتح المجال لاستعواض المخزون من خلال التبرعات. قصاد ده كمان في إتاحة الفرصة للمتطوعين إنهم يدخلوا أو يساهموا بشكل كبير في التنفيذ. كل ده الحقيقة بعوامل في الآخر بتنتج وتثمر سرعة في الأداء وتنظيم جيد وكمان تحقيق للهدف. يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك بمناسبة موضوع السرعة، الجمعة على سبيل المثال كان متطوعي التحالف وفرق عمل التحالف على مستوى الجمهورية بيسطروا ملحمة إنسانية في موضوع التبرع بالدم، شباب صناع الخير على سبيل المثال، واسمحي لي أنا بتكلم عن صناع الخير بشكل مركز باعتبار كمثال طبعا الدمية. يعني فأنا الشباب والفريق على مستوى الجمهورية كان منتشر كخلية نحل، بيبدأ بالتبرع بنفسه، بيبدأ بيوعي الناس بالتبرع، بيشتغل على تأمين الاحتياجات اللوجستية عشان الدم يتم حفظه بشكل جيد. ده الجمعة، الجمعة على مدار الجمعة كمان وبالتوازي منه التعبئة والتغليف والتجهيز للمواد الغذائية أنها تتحرك، بالإضافة كمان للبطاطين والملابس. الحقيقة مع ساعات فجر السبت كان كل الشاحنات بتتحرك، مع شروق شمس السبت بدأ توافد الشاحنات على نقطة التجمع الأولى في طريق مصر إسماعيلية. عايز أقول لحضرتك أنه التوافد نفسه كان بمنتهى التنظيم ومنتهى التنظيم وفي منتهى السرعة، ساعات بالضبط كان بيبدأ التجمع. من الحقيقة من بين الحاجات المفرحة أنه واحنا واقفين على الطريق وبنجمع الشاحنات كان استجابه كل المارة، كل راكبي السيارات على الطريق كانت استجابه مبهره. كانت الحقيقه رساله كمان لكل مواطن مصري انه قد ايه الدوله المصريه، قد ايه المجتمع المدني المصري بيعكس حرص كل مواطن على دعم أشقائنا الفلسطينيين زي ما حضرتك بتقولي بمنتهى السرعة وفي منتهى التنظيم. عظيم جدا، كل الشكر لحضرتك أستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي حصل من خلال هذه القافلة وهذا التحالف واللي شوفنا صوره وبنعرضها دلوقتي قدام حضراتكم بيؤكد أن كل واحد بيبذل ما يستطيع، بيبذل ما في الإمكان، اللي بيروح بيتبرع بالدم، اللي بيساهم بتبرعه بالمال لهذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة للتحالف، اللي بيقوم كمان بعمل تطوعي في التجميع والتغليف، كل واحد بيبذل ما في استطاعته من أجل دعم أشقائنا في غزة وفي فلسطين.